صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمام وخطيب في خطبة الجمعة بعدما صلى الجمعة بالناس جيء بجنازة رجل، فقال بعض الناس إن هذا الرجل لا يصلي، وقال بعضهم بل يصلي في بعض الأحيان، فخرج هذا الإمام ولم يصلي على الجنازة، وحصلت فتنة عظيمة كادت تؤدي إلى القتل، فهل فعل هذا الإمام كان صحيحا؟ على كل حال ما يلزمه يصلي عليها، ما يلزمه يصلي عليها، تقدم واحد ثاني يصلي تزول المشكلة، أما تلزمون واحد يصلي عليها وما يلزم هذا. نعم.